السلام عليكم. هذه رافعة تيراكس 350 طن، سوف أجعل لكم نظرة خفيفة. هذا وزنها المضاد، أول ما تصعد وزن المضاد تصعد هذه تشبه ليبر، ثم واحدة اثنان وهذه ثلاثة فيهم 10 طن، تبقى هذا البلاك دابوي يأتي هنا في تحت الأرجل تشبه ليبر في الوزن المضاد. سوف أجعل لكم من هنا هذه من الأمام عمود التحكم في حركة مغيرة السرعة يشبه كذلك ليبر، وهي محرك مرسيدس طبيعة الحال. هاي جهة وزن المضاد، يوجد خرطومين عندما تدور يوجد ثلاث خراطيم، واحد أنثى واحد ذكر تاع هيدروليك، لا تخطأ فيهم أبدا، وهذا مختص بالكهرباء عندما تدور من هنا. يلصقون من الخلف، يلصقون هنا. يوجد اليمين واليسار وهذيك الأسفل، تضغط أزرار عند قائد الرافعة، هذا وهذيك ليلاكس اثنان، يلصقون في ذاك المكان هم باينين. عندما تدور ترفع هذا، يصعد هم الذيرة تاع الزيت، يصعد قليلا، ويوجد تحت الأرجل تحت الألواح هناك يوجد فيرة تنزل من الأسفل تتوقف في هذه الحديدة هنا. المهم أنتم تأخذون عليها نظرة خفيفة، وإن شاء الله سوف أعمل لكم فيديو. هذه 350 طن، هاي آسي 350 طن. جهازها الرقمي الفوق مثلها مثل 100 طن التي أقود فيها، الذي جعلت لكم دائما أجعل لكم لها فيديوهات يشبهه تماما. لا أستطيع أن أصعد مرة أخرى. سوف أصعد وأريكم وزن المضاد، تأخذون نظرة خفيفة عن وزن المضاد. الجهاز الرقمي مثل 100 طن في برنامج تيليسكوب، وهذاك الجهاز مختص بالأرجل، يعطيك كل رجل كم نزل عليها من ضغط. معنى ذلك إن ارتفعت الرافعة تعرفها أنها ارتفعت. والسلام عليكم ورحمة الله.